بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم معاني سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجا شديدا. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الزلزلة بقوله رجت رجا شديدا أي هزت هزا شديدا. وهذه الزلزلة المذكورة في الآية هي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، فهي زلزلة الأرض، وكل زلزلة قبلها فلا تسمى زلزلة الأرض وإنما تسمى إيش؟ زلزلة في الأرض، وإنما تسمى زلزلة في الأرض. فالزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، فالزلازل التي تنتاب الأرض نوعان، أحدهما زلزلة تكون في جهة من جهاتها، زلزلة تكون في جهة من جهاتها، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، والآخر زلزلة تعمها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة. وجعلت الزلازل الصغرى مقدمة للزلزلة الكبرى، فإن من فضل الله سبحانه وتعالى أنه يبدي للخلق بين الآيات الكبرى مقدمات من جنسها تذكيرا بها، فالله عز وجل جعل الخسوف والكسوف مقدمة لزوال النجوم والقمر والشمس يوم القيامة، وجعل الزلازل في أطراف الأرض مقدمة للزلزال الأكبر فيها أجمع، وجعل الدجاجلة الصغار فيها مقدمة للدجال الأكبر، كل ذلك تحذيرا وتخويفا للناس من الأمر الأعظم الأفظع الأشنع الذي ينتظرون. نعم. قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها. ذكر المصنف وفقه الله معنى أثقالها فقال ما تثقل به مما في بطنها، فهو يتناول كل ما في بطنها، وذكر الموتى فقط قصر على بعض المعنى، فإن ما في بطن الأرض مما تثقل به ويخرج يوم القيامة لا يكون الموتى فقط، بل يخرج ما في بطنها كله، كمن أكل طعاماً فتهوع فخرج منه ما في جوفه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها من كنوز الذهب والفضة، تقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ كبدها من كنوز الذهب والفضة، أي قطع كبدها المعظمة عند الخلق وهي كنوز الذهب والفضة، فهي تخرج يوم القيامة يوم لا يفرح بها أحد، فإن الناس في شغل عنها. نعم. قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب. قوله أشتاتا أصنافا متفرقين. قوله ذرة هي النملة الصغيرة. ذكر المصنف وفقه الله تفسير الذرة بقوله هي النملة الصغيرة، صحيح هذا التفسير أم غير صحيح؟ ما الجواب؟ إيش؟ لم يكن العلم وصل إلى اكتشاف الذرة. إيش هي الذرة؟ هي جزئية صغيرة تتكون منها
المادة، تتكون منها المادة. طيب وربنا سبحانه وتعالى يعلم هذا أم لا يعلم؟ يعلم هذا. أفما كان يعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمه أصحابه؟ يقول أخونا لم يكن وعي الناس يدرك ذلك، فالله يختار خير الخلق لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، أفيظن أنه يكون بعدهم أحد أوعى وأعقل وأعظم فهما منهم؟ هيهات. ومن الغلط الواقع تفسير القرآن بالمعاني الحادثة، فهذه اصطلاحات حادثة لا يفسر بها الكلام العربي، وإنما الذرة في كلام العرب هي النملة. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر في أصحاب موسى 12 إيش؟ نقيبا، نقيبا، تمام؟ أنت عارف رتبة النقيب؟ يكون هو خلاص. هذا من الغلط، يعني ليس المراد الرتبة هذه العسكرية سواء عندكم أو عندنا، وإنما المراد بالنقيب هو سيد القوم الذي يرجعون إليه ويصدرون عنه، فهم رؤوس الناس. فمما ينبغي أن يتنبه إليه أن القرآن لا يفسر بالاصطلاحات الحادثة، ذكره الشاطبي وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير في آخرين. ومن الفتنة الواقعة اليوم في الناس ظنهم أن المعاني التي ظهرت أعظم من المعاني التي كان يعرفها الخلق قبل ذلك، وهذا غلط، فإن الله عز وجل أعجز الخلق بمخاطبتهم بالقرآن مما يعرفون معانيه، وإلا لو خاطبتك الآن بكلام لا تعيه بلغة العرب أو غيرهم وأنت لا تفهمه فأي إعجاز يكون لك؟ وإنما الإعجاز أن تفهم معناه ثم لا تستطيع محاذاته ومجاراته. فمن أراد أن ينتفع بتفسير يشرق به قلبه وتسمو به روحه ويستنير صدره فعليه بتفسير الأوائل ممن ذكروا المعاني التي تعرفها العرب في كلامها، وأما تفسير المتأخرين فقد دخلها شيء من الغث وقل فيها السمين. نعم. معاني سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قوله والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. قوله فالموريات قدحا الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدون والمراد بها الخيل. قوله فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره. قوله فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن. قوله نقعا غبارا. قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن. ذكر المصنف وفقه الله في معاني هؤلاء الآيات الخمس ما يبين أن المراد بهن الخيل، فهذه السورة حقيقة بأن تسمى سورة الخيل، فإن صدرها خلص في ذكر أحوالها. فقوله تعالى والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا أي جريا شديدا يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالخيل إذا جرت واشتد عدوها صار النفس الذي يخرج منها قويا
ويسمى الضبح. وقوله فالموريات قدحا قال الموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار، فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إذا عدونا. فإن العرب كانت تنعل الخيل حديدا فيجعلون حذاء للفرس في أسفله من حديد لئلا تؤثر الحجارة في الحوافر، فإذا اشتد جريها وصار الحديد يصك في الحجارة صار ينشأ منه شرر يتوقد ونار ترى. ثم قال فالمغيرات المباغتات الأعداء بما يكره، فالإغارة هي المباغتة. ثم قال فأثرن به فهيجن وأصعدن بعدوهن وغارتهن، أي حركنا، أي حركنا نقعا غبارا، فإنهن إذا جرينا واشتد عدوهن تحرك الغبار. وقوله فوسطن به أي توسطن براكبهن، أي لشدة عدوهن تخللن براكبهن العدو فصار في وسط العدو، لأن مركوبه الذي ركبه قوي شديد يدخله العدو فيمكنه أن يدخل فيه فيثخن فيه بالقتل ثم يخرج منه. قوله لكنود لكفور بنعمة ربه. قوله الخير هو المال. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى الخير فقال هو المال، في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. والمال يسمى خيرا مقيدا، وأما الخير المطلق فهو الأمور الدينية، فاسم الخير هو ما يرغب فيه شرعا وعرفا، ما يرغب فيه شرعا وعرفا. ومنه خير مطلق كأنواع الطاعات، ومنه خير مقيد كالزوجة والولد والمال. واضح؟ يعني فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون، فجعل المال سببا للخسران، فهو ليس خيرا خالصا وإنما خير مقيد إذا أخذ من حقه وجعل في حقه. نعم. معاني سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها. قوله كالفراش المبثوث، كالفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، والمبثوث المنتشر. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى كالفراش المبثوث، فقال الفراش فرخ الجراد، لأن اسم الفراش في كلام العرب لكل صغير من هوام الأرض يطير، لكل صغير من هوام الأرض يطير، لكن المراد به هنا من أنواع ما يطير من هوام الأرض الصغيرة هو فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا كما أخبر الله عز وجل بذلك. نعم. قوله كالعهن المنفوش، كالصوف المتمزق الذي فرق بعض أجزائه عن بعض. قوله فأمه هاوية، مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها. قوله حامية، شديدة الحرارة من الوقود عليها. قوله شديدة الحرارة من الوقود عليها
أي من الإيقاد عليها. فالوقود بضم الواو الإيقاد، والوقود بفتح الواو ما تشعل به النار، ما تشعل به النار. ومنه قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. معاني سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قوله ألهاكم شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله. قوله التكاثر التفاخر بالكثرة فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والأموال. ذكر المصنف وفقه الله معنى التكاثر فقال التفاخر بالكثرة، وحذف متعلق الكثرة في الآية، فإن الله لم يذكر في الآية أصناف ما يتكاثر فيه الناس، أي ما يفخر بعضهم ببعض بكثرة ما يحوزه منه. وضرب المصنف مثلا لأشهرها فقال كالنساء والبنين والأموال، ووقع في آية في القرآن جمع أصول ما يتكاثر به ويطلب من أعراض الدنيا، وهو قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه الأعيان الستة هي الأعيان التي تطلب من الدنيا وترغب ويتكاثر فيها الخلق، فأصل طلبها وإرادتها فطرة فطر الله الناس عليها، وإنما المذموم هو الخروج عن تلك الفطرة، كأن تكون مقصودا للتكاثر أي المفاخرة، أو أن تكون حاكمة على العبد متحكمة فيه، وإلا فأصل الإذن فيها الإباحة. والآية للرجال، والنساء مثلهن في مثلهم فيما يقابلهم، فقوله تعالى زين للناس المراد بالناس هنا إيش؟ الرجال. ثم يكون للنساء الموضع نفسه عوض النساء، فالنساء يطلبن الرجال. فالآية جامعة الأصول الستة فيما يطلب من الدنيا للرجال والنساء على حد سواء. نعم. قوله علم اليقين العلم الثابت في القلب. قوله عين اليقين عيانا بأبصاركم. ذكر المصنف وفقه الله تفسير قوله تعالى علم اليقين أنه العلم الثابت في القلب، وأن عين اليقين عيانا بأبصاركم، فالعلم الذي يثبت في القلوب ويصير راسخا فيها يسمى علم اليقين، وأما العلم الذي يكون في العين بعد ثبوته في القلب فيسمى عين اليقين. وفوق هاتين المرتبتين مرتبة أعلى وهي حق اليقين، وذلك بمخالطة المعلوم وملابسته، بمخالطة المعلوم وملابسته. فاليقين له ثلاث مراتب، فاليقين له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهي العلم الثابت في القلب، العلم الثابت في القلب. والمرتبة الثانية عين اليقين، وهي العلم الثابت في القلب المدرك بالعين، العلم الثابت في القلب المدرك بالقلب، ففيه علم يقين وزيادة. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو العلم الثابت في القلب المدرك بالعين المخالط الملابس، العلم الثابت بالقلب المدرك باليقين المخالط الملابس، ففيه علم يقين وعينه وزيادة.
فعلمنا بالجنة والنار الآن يسمى إيش؟ علم اليقين. فإذا أقبل الناس عليهما يوم القيامة فرأوهما بأبصارهم صار علمهم عين اليقين. فإذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وانتهى أهل النار إلى النار صار الأمر حق اليقين. نعم. معاني سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله والعصر الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. ذكر المصنف وفقه الله معنى العصر أنه الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأن اسم العصر في عرف خطاب الشرع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يراد به هذا الوقت، ومنه سميت صلاة العصر نسبة إليه. ومن قواعد التفسير معرفة لغة الشرع، أشار إلى ذلك ابن تيمية وابن القيم والشاطبي. والمراد بلغة الشرع الأفراد من المعاني التي اقتصر عليها خطاب الشرع، الأفراد من المعاني التي اقتصر عليها خطاب الشرع، فإذا أطلقها فهي مراده. فمثلاً اسم النفير في كلام العرب يراد به إيش؟ اسم النفير في كلام العرب يراد به إيش؟ في كلام العرب الانبعاث والخروج، الانبعاث والخروج. وأما في خطاب الشرع فيراد به لا، ليست الحرب، الجهاد. فرق بين الحرب والجهاد، يراد به الجهاد. النفير في خطاب الشرع يراد به الجهاد. فالجهاد بعض أفراد الانبعاث والخروج، فكل آية أو حديث جاء فيها ذكر النفير فالمراد به الجهاد. وهذه قاعدة مهمة في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بتمييز لغة الشرع، وهي حقيقة بالاعتناء بها ومعرفتها. فإنه لا يتهيأ للعبد فهم أحكام الشرع ومقاصده إلا بمعرفة لغته التي اقتصرت على بعض معاني العربية. نعم. قوله وتواصوا بالحق أمر بعضهم بعضا به. معاني سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قوله ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. قوله همزة اللمزة هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. ذكر المصنف وفقه الله في معنى هاتين الكلمتين ما يبين أن متعلق الهمز هو الفعل، فالهمز يكون بالفعل، وأما اللمز فمتعلقه القول، وأما اللمز فمتعلقه القول. فالذي يعيب الناس ويطعن عليهم بالفعل والإشارة يسمى همزة، والذي يكون بالقول يسمى لمزة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، أي للدلالة على الإكثار من الفعل، أي للدلالة على الإكثار من الفعل، مما يسميه علماء العربية إيش؟ صياغ المبالغة، صياغ المبالغة. نعم.
قوله لينبذن ليطرحن، قوله الحطمة كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة المشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى تطلع على الأفئدة، فقال تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، أي تتخلل النار جسد العبد إذا عذب حتى تصل إلى قلبه. وجعل ذلك لأمرين، أحدهما لما فيه من شدة الإيلام فيكون أبلغ في العذاب، لما فيه من شدة الإيلام فيكون أبلغ في العذاب، فالحرق فيما لطف أشد منه فيما كثف، فالحرق فيما لطف أشد منه فيما كثف، فالحرق في الجلد أشد من الحرق في اللحم والعظم، فالحرق في الجلد أشد من الحرق في اللحم والعظم، وكذلك في القلب، وكذلك في القلب، فالجلد والقلب أشد موضعين يتأذيان بالنار، فهما أعظم تأذيا إذا أصاب العبد حرق من إصابته في لحمه أو في عظمه، وجعل ذلك مبالغة في تعذيبه. والآخر أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة التي جرته إلى ما استوجب به النار، أن القلب هو مبدأ الفكر والإرادة التي جرته إلى ما استوجب به النار، فهو حقيق بأن يختص بعذاب فوق غيره. نعم. قوله عليهم مؤصدة مغلقة عليهم، قوله في عمد ممددة في أعمدة طويلة. ذكر المصنف وفقه الله معنى قوله تعالى في عمد ممددة، فقال في أعمدة طويلة، أي أن النار تسعر مجعولة في أعمدة طويلة، لأنه أبلغ في إشعالها. ومن هنا جرت عادة الناس أنهم يتخذون من الأعمدة المرفوعة ما يوقدون به النار مما يسمى في بعض البلاد المداخن أو غير ذلك. نعم. معاني سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. قوله تضليل تضيع، قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر. ذكر المصنف وفقه الله معنى سجيل أنه طين متحجر، أي طين صارت له صفة الحجرية، أي طين صارت له صفة الحجرية، فيجمع بين خواص الطين وخواص الحجر، فيجمع بين خواص الطين وخواص الحجر. نعم. قوله فجعلهم كعصف مأكول، محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلت، وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا.